تعميل الدمار. في الفترة التي سبقت ثورة 23 يوليو اضطرت الحكومات المتعاقبة تحت ضغط الشعب الى قطع المفاوضات، واخذ الشباب في كل مدينة بل وفي كل قرية يتدربون على حمل السلاح. بدأ الكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال في منطقة القناة، وفي القاهرة خرج الشعب كله يعلن تأييده للأبطال الذين يحاربون العدو معركة الموت أو الحياة من أجل تحرير أوطانهم. ناوي تخرجي في المظاهرة؟ طبعا، البلد كلها قايمة على رجلي، اشمعنى احنا اللي هنقعد نسكت؟ لكن انت هتبقى بهدلة. خلاص خليك انت، انا شخصيا خارجة. وانا خارجة، ولما حد في اهلنا يشوفك. اهلنا اهلنا، هو ما حدش له اهل غيرنا. سكوت من فضلكم. ان وظيفة المرأة هي الامومة، ومكان المرأة هو البيت. ان السلاح والكفاح للرجال. ان حضرة النهضة تقول ان المرأة للبيت والرجل للكفاح، وانا اقول إن الاستعمار حين استعبدنا لم يفرق بين الرجل والمرأة، وحين سدد الرصاص إلى قلوبنا لم يفرق بين الرجل والمرأة، فدعونا نعبر عن شعورنا، دعونا نعبر عن مشيئتنا، وافتحوا لنا الأبواب. خالتي خالتي خالتي، الحي نايمة يا خالتي. ليلى مالها؟ ليلى خرجت مع البنات في مظاهرة. مظاهرة؟ هي كانت اتجننت؟ أنا عارفة يا خالتي. ولا همها طبعا، عشت وشفت بنت ليا تشترك في مظاهرة، ادي اخر تربيتك، تربيتك اللي زي الزفت. عاشت عاشت مصر حرة، ما يصحش. ابعدي انتي. والله لو عملتيها مرة العاملة السودة دي تفضحينا وتجرصينا في الحتة. هي جميلة مش بنت زيك، ما عملتش عملتك دي ليه؟ ليلى أنا آسف على اللي حصل، الحكاية دي مش هتحصل تاني أبدا. وإيه الفايدة يا محمود؟ ايه الفايدة بعد البهدلة دي كلها؟ ما تكبرهاش امال بقى. بابا غلطان وانت كمان غلطان. انت كمان بتقول غلطانة؟ غلطانة في ايه بس؟ ما قتلتش حد، ما سرقتش حد، خرجت في مظاهرة فيها الف بنت زيي، عبرت عن شعوري. فعلا غلطانة. ايوه غلطانة، عبرت عن شعوري كأني انسان ونسيت اني مش انسان، نسيت اني بنت. بنت، مش ده اللي انت عايز تقوله؟ انا ما قلتش الكلام الفارغ ده. انت عارفه كويس قد ايه انا بحترم المراه، وقد ايه انا مؤمن بان لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات. على الورق، على الورق بس. ورق ايه بس؟ كلام حلو على الورق، انما لما تيجي للجد تبقى اختك غلطان. دي مش طريقه الكلام ده. اهدى شويه، انا هفهمك. ايه فهمك؟ عشان انا ما بقتش فاهمه حاجه ابدا. كل حاجه اعملها عيب، كل حاجه اعملها غلط. الضحكة دي عيب، عيب ليه يا ماما؟ مش على الأصول، والكلمة، الكلمة اللي طالعة من القلب عيب، أضحك عيب، أسكت عيب، أدخل للضيوف عيب، أنا احترت معاكي يا ماما، كل حاجة أعملها تطلع عيب في عيب. أنتِ بنت، واللي يمشي على الأصول ما يتعبش. الأصول بس فهموني.
انت دايما كنت تقولي ولا يهمك، البنت زي الولد تمام، واللي بيسموه اصول ده مش اصول بالمره، وصدقتك. ودلوقتي انا مش فاهمه حاجه خالص، اصدقك انت ولا اصدقهم هم؟ ايه الصح وايه الغلط؟ يلا يا حبيبتي قولي لك لقمة، انت من الصبح على لحم بطنك. والله انت غلبانة ومسكينة وجايبة لروحك النكد. ايه الصح وايه الغلط؟ ما تسمعي الكلام يا ليلى وتقعدي تاكلي. اخرجوا الاول. أنا نفسي مش عارف إيه الصح وإيه الغلط، كلنا مش عارفين.